واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. المرأة أن رجلها قد أصبح بعيدا عنها شيئا، فلا تحس بروحه قريبة ولا بقلبه دانية، فلتفتش في ذاتها، فلعل ذنبا قد أصابته جعل الله تبارك وتعالى بسببه تلك النفرة في قلب رجلها. وقديما قالوا: ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما، ولكن أقل النصاب. ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. والمرأة من السلف كانت الواحدة تديم القيام بالليل، وتعلم أن أصحاب القيام بالليل على وجوههم النضرة البهاء والرواء والحسن، فكانت الواحدة تقوم الليل لله رب العالمين ويكسبها الله رب العالمين النضرة، فإذا وجدت النفرة في قلب رجلها فعليها أن تفزع إلى ربها، فالله رب العالمين رب القلوب وعلام الغيوب وستير العيوب سبحانه وتعالى.